الأربعة وثمانية دقائق على FM أحلى راديو العربية لا تجيكم أنت وحتى للخمسة عشية. مساء الخيرات مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. نسلموا برشا على الناس اللي تبع فينا على الباش فيسبوك راديو FM ولا على الشين FM TV على اليوتيوب مع اتصالات تونس كل عام. ولا لا يقطعنا عادة معنا حتى حد يروح متغشش. هذا شعار اللي بدينا بيه شعارنا اللي ان شاء الله باش نواصلوا بيه طيلة الموسم. اتوال 600 اتوال واحد دي اس اتوال 600 اتوال واحد دي اس كود يوصلك للربح كود يوصلك للفرحة كود يوصلك للالف دينار. كان تكون واحد من المتبرين اللي شاركوا معنا لايف كيف كيف يوصلك للعشرين مليون كاش كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا من كل من اهداء اتصالات تونس. حلقة الاثنين 5 فيفري 2024 بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله تكون عودة ميمونة. عدنا والعود أحمد وبعد عضلة صغيرة لالتزامات مهنية. فرحان برشا اللي نرجع لكم اليوم في العبيلة. فرحان زادة برشا اللي معايا اليوم زوز من خيرة الصحفيين في FM. زوز المناوشات بيناتهم لما تلخر قاعدة تزيد وتكبر. على ذلك اليوم رجعت باش نفض هالمشكلة. فرحان برشا اللي معايا اليوم صديقي العزيز مقدم الأخبار حلمي بوزويت. عزيزي حلمي عسلمة وليد عسلمة الناس اللي تفرج فينا وتسمع فينا. شنو غيب يا قط تلعب يا فار انا نغيب وانتم ما تقعدوا عقلين يا اخي. زمش نرتاح شوية كجمعة عشرية جونا احلى جو ما هو استفزني مش نرجع للموضوع هذيك خدت بعض وتبعت وهي موضوع خذي معناه صديق كبير يا فرعان برشا زاد اللي معايا اليوم الصحفي المتألق صديقي العزيز وسامة الصافي. عسلم وسامة. أهلا وسهلا وليد مرحبا. شنو حوالك وسامة؟ أنيق بالكسوة والدنيا صحيت هو اليوم نورمالمون يكون معنا كالعادة عبد الحميد بن قياس. نتمنى له الشفاء العاجل أبارامون نرفزتوه برشا لين صوته هرب معناها الدنيا خربتوها. نبني انا سنوات ربي تجيو انتوما في درجين الدنيا انتوما وسيل مواد. انا نقول لك بدون ذكر اسماء راجح زنقي تحيه لي صديقي راجح اللي عوضني طيله الزوز اسابيع. شنو اللي صار بينك انت وحلمي؟ ما رجع لي شويه هكا والله. لعبنا زوز جولات كما يسميهم امينوس جولات تحيه لامينوس. لعبنا زوز جولات دونك ربحته مره وربحني مره. اللي يحكي عليها هو انا استغليت جوست هو دخل في هستيريا متاع ضحك خديت عملت ريمونتادا رجعت في الطرح وربحت. عجيب. وشنو السؤال كان؟ شنو الحيوان اللي يبني السدود؟ يبني السدود. لا لا الوضعية هربة خرجت من يديك لميشال فترة هذيك يعني باش نرقع انا تو شطلع هو شطلع اسمه نورمالمون تعمل ريستوري انت تو اللي مسوم الاول وجديد صحيح خاطر قندس وطلع قندس. سمعت صارت الضميرة لازمها ديجا برشا جدمو برشا تعبوا برشا متبارين معناها تعبتوهم. احنا عملنا اللي علينا اخويا قندس قالوا لي قلت قندس ليغا قندس ليغا ربي يهدي قندس الاشغال العامه ومقاولات قندس خليكم في نيفو معين نتاع ضمار بلبسطوها الدنيا. لقينا رواحنا ثلاثه من نفس العائله جربا صافين تسيبنا شويه صار انفيلات صغير. تفضل تفضل السيد المخرج. تفضل فرحان سيد المخرج. سفر في العمل سفر عمل خويا عمل بيسر العلاقات التونسية اللبنانية الحمد لله. يلا سيدي نبداو الروندة الأولى على بركة الله. نمشيو لسليانة 23 عام درساف عمار. عسلامة درساف. درساف درساف ألو عسلامة يا درساف. يا عسلامة شنو أحوالك يا درساف؟ الحمد لله لاباس. صحة بخير درساف. الحمد لله. أنا ماني نحكي كل شيء بفضوح. المعد قال لي راي درساف ضربها شوية تراك خايفة شوية عليه تعدي في الباك فيها شيء حد هو الباك ما عادش يخاف والله الباك مضربني في التراك والله ليه احنا ماكسيموم 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 فما شوية عباد باش يسمعوك ابريتو فما زوز دو كرونيكور معناها ما تحملش المسؤولية انت هاكا ديما تتخبى فهمت خليه هو يجاوب مش فهم شيء 30 ثانية و10 ثواني وبعد تقرح في فينال بعد تاخذ مليون فيها شيء سهلة العملية وفيها تراك هو التراك راه 10 ثواني الاولانيين نورمالمون توفيق. ليه سافا. اي تري بيان. شنو في الدنيا يا درساف؟ والله نزلت تتفرج. شقريت؟ جيستيون. معناها هذيا توا في جيستيون تعرف تجاري.
باش تتصرف مليح أيوة. في الموارد في الموارد نتاعها صحيت في الجيستيون نتاع الوقت والجيستيون نتاع صحيت درساف ما عادش خاف عليك تو درساف امورك واضحه قعد معنا ما تعلقش تليفون نمشيو المستير 54 عام سي صالح ديلي عسل سي صالح شو عندك يا سي صالح الحمد لله الصحة بخير يا سي صالح الحمد لله حاك يا اخي ربي لك الحمد الحمد لله وشكر لله شنو الخدمة يا سي صالح والله الخدمة كنت ميكانيك فيها ما عندي سنين مانيش نخدم حشاك خرجت مرضى لطف عليك لطف عليك لازم نخدم على حاجة رزيلة اللطف عليك باه وتوا شنو فاش تخدم الايامات والله قاعد عندي شوية فهمت قطاع عرض عملت فيها شوية حلفة باه 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 شوية قصيبة باه ان شاء الله ربي انا نوين على ربي باش نسجل روحها ان شاء الله ينوب لاباس ربي باش ينوب ولاباس ان شاء الله امورك واضحة يا سي صالح تو انا عندي سؤال متزوج انت سي صالح صحيت تو في الدار عطولك صليح ولا الحقيقة لا كل مرة مرة عم صالح مرة صليح كل مرة كيش وانا كل مرة كيش هاي برا انا باش نمشي صليح باش تمشي الامور مريقلة يلا صليح ودرساف سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا والا ضمن فريق اسامة الصافي مع العلم اللي الزوز متخرجين من المعهد الصحافة وعلوم الإخبار صحيت وعلوم الإخبار الإخبار ولا الأخبار الإخبار الإخبار, الإخبار. صحيت وصحيت وي هذوكم ريت الصحافيين كل زملائنا وأصدقائنا أما رد بالك ما تشكلش خاطر ما تشكلش صدقني مصيبة التفاصيل مهمة التفاصيل برس. مهمة يلا نبدأ بك أنت درساف ليديز فيرست درساف جاوبني فيسا 10 ثواني صديقتي السؤال يقول درساف وين نسمع سمي لي 3 حاجات تعملهم كيف تمشي لبلاد اول مره تدخل لها نجرب ناكلتهم نشوف بلايص جديده ونشري حاجه من عندهم نشري حاجه من عندهم احسنت يا درساف مالا درساف هذا نجرب ماكلتهم راهي مش ديما تنجح راهي هذيك انا كيف احنا ما فما 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 بلايص صدقني ما تجربش مكلتهم خير ما تعرفش علاش عليها شنو فيها مكلتهم مش ديما تذوق تحصل هذيك مش الفايده راه والحم موجوده صفوار الحم شنو يلا درساف في قدم ثاني يا سيد المخرج في 7 ثواني 3 اجابات صحيحه برافو درساف نمشيو لصليح يلا يا صليح يلزمك جاوب في أقل من 7 ثواني صليح السؤال يقول صليح سمي لي 3 حاجات تعملهم كيف الفريق المفضل متاعك يربح ها ايكيب نفرح فهمتي ونشرب اليدود فهمتي ونشجع تشجع 3 إجابات صحيحة برافو يا صليح 9 ثواني يا صليح 9 ثواني درساف كانت أسرع منك بزوز ثواني ميسالش يلا درساف لك الاختيار حلمي بوزويتا وإلا أسامة صافي نختار واحدة اختار يا حلمي يا أسامة شكون تحب يعاونك في المباراة أسامة مع العلم اليوم جاي متأنق سي أسامة والكسوة والدنيا وكذا يعني قرب ما يجوش مع بعضهم ورشاقة وكذا ومتحلف زادة متحزم قال لك اليوم معك درساف سي أسامة احنا توا في الطرح الثالث انا وحلمي دونك وشكون ربح الاول والثاني فيسا 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 انا الاول وهو الثاني متعادلين معناها اليوم جيت بالسلاح بالضبط طرح شو اسمه العجين العجين يلا درساف مع أسامة عم صالح ولا صليح ولا اللي تحب انت يا سي حلمي معك سي حلمي بوزويتا في نفس الفريق نمشيو لسؤال سؤال يهم كان لي كرونيكور اللي موجودين في الاستوديو دونك الاولاد يديكم على البزر السرعه مطلوبه يا عندك يا عنده يا حلمي السؤال يقول حاضرين شنو اسم المجموعه اللي استولت على الحكم وشكلوا مجلس قياده الثوره عام 1952 في مصر الضباط الاحرار الضباط الاحرار احسنت يا ابو زويل محمد نجيب وجمال عبد الناصر و صحيح محمد نجيب هو شد الرئاسه ومن بعد نحاو وشد جمال عبد الناصر الله يرحمهم الكل به درساف مش معك انت مع اسامه درساف معك صليح يلا صليح
صليح 30 ثانيه صليح، سؤال على نقطه تتشاور انت وحلمي وتعطيني الاجابه قبل ما يفوت التوقيت. يا صليح السؤال يقول: في أي بلد أمضى الألمان على وثيقة إنهاء الحرب العالمية الثانية؟ الاقتراحات: إيرلندرا في فرنسا، في روسيا، وإلا في ألمانيا. أي أسأل عمك سي صالح. سي صالح في روسيا مثبت منها، مش ألمانيا ولا فرنسا تقريبا، ألمانيا. بيه هي بعد معركة ستالينغراد نورمال ما كل شيء وقتها تحت في الماء. بوزارك انت قلت روسيا، انا هكا شاكك يا روسيا يا فرنسا. أي. الإجابة الأخيرة عندك انت سي صالح. هو استبعد ألمانيا جملة، قال لك انا نشك بين روسيا وفرنسا، استبعد ألمانيا. يلا اعطيني الإجابة عم صالح. هاي فرنسا. هاي. جاوبني هاي. يا صليح نعم، درت اوروبا الكل راك، من روسيا مشيت لالمانيا مشيت لفرنسا، ها دورتني معاك يا صليح، انت دور انا وراك. عمك صالح قال روسيا، شككت وانت في روسيا، قلت له روسيا وفرنسا، هرب لالمانيا، قلت له انا يا اخوي المانيا ما كيف اللي ما لا شكيت في فرنسا، مشى خلى روسيا وخلى المانيا ومشى لفرنسا، رجع لفرنسا. قلت له الاجابه الاخيره عندك انت، القرار عام 8 ماي 1945 امضى الالمان على وثيقه انهاء الحرب العالميه الثانيه. يا صليح ازرع الخير جاي ان شاء الله في فرنسا. جواب صحيح. ايد في المسح انا بقى انزل. جواب صحيح يا صليح، جواب صحيح فرنسا. نقطة أولى لعم صالح، وعمك حلمي قال لك يد في المسحة ويد في التليفون، هذا تعرف شنو هذا اللي باش تولي مثل شعبي يد في المسحة في الأجيال القادمة. الأجيال القادمة والله العام هاك العام عم صالح قال عم صالح قال يد في المسحة ويد في التليفون، قالت في الإذاعة كالعام شنو اللي الناس بكري قالوا نحن وقتها. يا سيدي عم صالح عندك نقطة، ما زلنا صفر من النقاط. الدرساف وأسامة سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول: أكمل المقولة، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. من أنت أحسنت يا أسامة. درساف ما زلت خايفة؟ درساف الليلة صباح الحقيقة درساف والله لي. ايه بيحي درساف معك سي أسامة المتأنق اليوم. أسامة 30 ثانية سؤال على نقطة باش تعدل النتيجة مع فريق الأعداء، خاطر سي حلمي ابتسم ابتسامة المنتصر ما في الحرب العالمية الثانية. هو خذي السؤال الأول وإحنا نكملوا الباقي كيما عمل المرة الأخرى راه وليد. سبقوا ديما بعد خذي زوج جولات ربحتوا في الفينال. مغروم بك ما يوصل للعين ما يشربش مغروم بيه. يلا درساف أسامة 30 ثانية السؤال يقول: أخنوفوبيا هي الرهاب من الاقتراحات، النمل وإلا الذباب وإلا العناكب. أراكنوفوبيا يا درساف هي الخوف من سامحني من النمل ولا الذباب ولا العناكب؟ عندك فكرة درساف على الإجابة؟ تعود لي الكلمة. أراكنوفوبيا أراكنوفوبيا يا درساف هي الرهاب من العناك. لا أراك الله ومكلو مكلو. هاي درساف هي فوبي نوع من الفوبيا. هاي درساف بشتبه ولا عندك رايخ يا درساف؟ درساف عاود لي بربي الاحتمالات. أراكنوفوبيا هي الرهاب من النمل ولا الذباب ولا العناكب؟ يلا درساف ما عادش عنا برشا. انا قلت لك العناكب درساف راه باش تتبعوا. ما سمعتنيش. العناكب. باش تتبعوا يا درساف. ليه ما سمعتوش؟ انت جاوبت وحدك.
جاوبت هكا ما نعرفش احكي لها العناكب. عاد لازم تركز عاد قوي شوي في صوتك. ليه انا قلت لها العناكب يا درساف العناكب وانت اختار. انا قلت لك العناكب متأكد. هي اختارت تو صحيح السيدة المخرجة اختارت العناكب وفي الوقت ديجا. يا درساف وي والله يا اقوى فوبيا ظهر لي هي الفوبيا من العبيد والله الحيوانات مساكن لا ينشوا لا يكشوا صحيح والله يومانوفوبيا يومانوفوبيا صدقني حاجة رهيبة. درساف به هي نقطة التعادل نقطة صحيحة العناكب جواب صحيح برافو درساف. نقطة التعادل بين سي حلمي وبين أسامة مباراة متعادلة متكافة مازلت وتحس فما فترة جس نبض ما فهمش بكم مستنسين أكثر شراسة ليه واحدة واحدة خاطر مازال طرح بالشقوة أكيد أنت مستسهل المنافس لا 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 أنا مستسهل لا أنا مستسهل ولا هو مستسهل سيد قاري 189 كل جس النبض تصير بين زوز فرق قويين فهمتك لكن يبدأوا خايفين من بعض معك يبدأ فما فريق ضعيف ما تجس النبض ليه ما نجس النبض تسايبه يعمل اللي يحب يفرفت كنا تعرفني نجس النبض مثلا مع معناه تسايبه يفرفت يفرفت وبعد بعد أبريتو ربح وين الحشرات والحيوانات بصراحة ما يقلقوني شوية لطف عليك عنده فوبيا عنده الأخو عندي القندس وفي فوبيا زادك على ربحتك المرة الأخرى شددت فوبيا القندس يلا إن شاء الله مش تقومش فوبيا البوزور توا خاطر السؤال هذا هو اللي باش يفصل الروندا بين عم صالح وبين درساف. سؤال سهل ماهل سرعه مطلوبه. السؤال يقول امرزن 100 غرام سكر ولا 100 غرام حديد قد يا عيني عليك لما النزله ما هي قد قد الفار سيد المخرج امور واضحه قلت سايب شوكولاته وتتلعب الفار تلعب الفار يا عزيزي امور واضحه امور واضحه اي امور واضحه ميرسي سيد المخرج انصفك الفار الحمد لله يلا عم صالح يا بابا اي سايبك المسحه يا عم صالح وركز لي تو اي تو السؤال هذا باش يزن الفينال يا عم صالح بعد ارجع المسحه من رجله يلا عم صالح 30 ثانيه ركز تشاور انت وحلمي تعطيني الاجابه قبل ما يفوت التوقيت يا عم صالح. السؤال يقول شنو تعني كلمة ديمقراطية يا عم صالح؟ الاقتراحات السلطة للشعب احترام الأقلية وإلا حكم الشعب. عم صالح حكم الشعب بالضبط حكم الشعب اللي هي الديموكراتوس هي حكم الشعب الديمقراطية ما هيش السلطة للشعب واحترام الأقلية رغم اللي السلطة للشعب هي نفسها بريسك حكم الشعب ماني. أما نمشيو لحكم الشعب نحن. عم صالح جاوبني هاي نعم جاوبني يا عم صالح قالي هكا دونك جاوبني هي به يا عم صالح جاوبت بالزهر ولا والله يا جاوبت ايدي في الماء تو في الماء مش في المسحة بدل في التايو عم صالح والله ربي يكون فيهم المستعان يا عم صالح يسقي في الشجرات المليون مش مضمون خويا يدمون كل الشجرات هذيك البركة يا خويا هذيك البركة البركة في الفلاحة يا عم صالح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا كل شيء غلا راه معاش المجموع لا باس اما انا غير بركة ربي برا لا باس صدقني كل شيء باش يسلك يا عم صالح ان شاء الله الحمد لله انت قلت ديموسكراتوس هي ديموسكراتوس وهي كلمه يونانيه اغريقيه يونانيه دونك ديموسكراتوس حكم الشعب جواب صحيح مبروك عليك عم صالح مبروك عم صالح الدوره النهائيه عم صالح ان شاء الله التليفون مشرج يا عم صالح ان شاء الله نمشيش من بعد يقص التليفون لا حط في الشارج حطه في الشارج عم صالح نكلمك بعد شويه هيا ركز لي معاك المسحه توا نرجع لك من بعد يلا عم صالح نتلقاه بعد شويه درساف لا غالب يا درساف قانون اللعبه اليوم حلمي جاء في فورما درساف خلي لي كلمه الختام على شكون تحب تسلم يا درساف ميرسي عليك حنسلم على دارنا امي وبابا وخويا ربي يفضلهم لك الكل درساف ميرسي بوكو نسلم عليك برشا وبالله نحب نسلم على وليد اختي نورسين قصي خاصه قصي هذاك قصي باش يطلع حاجه كبيره ياسر ان شاء
سلم لي عليه برشا قصاي. ميرسي بوكو درساف, نسلموا عليك برشا. ميرسي بوكو اتوال 600 اتوال واحد دياس كود يوصلك لل 20 مليون كاش. ترتاح صغير مع البيب راجعين. ال 24 دقيقة على اف ام احلى راديو, مازال نوصي معكم حتى للخمسة نتاع العشية. روندو كانت ممتازة, اداء مميز من صديقي حلمي بوزويتا وانتصار مستحق لعم صالح. عم صالح يزرع غاطس قال لك بين الماء والمسحة. ان شاء الله سي حلمي تواصل على نفس المنوال. ان شاء الله تواصل على نفس المنوال, خاطر كان باش تعمل كيما الايام القليله الفارطه ما عملناش اي وقت. تربح من الاول بعد تربح بعد تعاود تخسر في الاخر ما تجيش. ان شاء الله نوصلوا اللاين ونشربوا المره ان شاء الله. يلا نمشيو سيدي حسين 41 عام حنان الشنيتير, ان شاء الله لقب صحيح. شنو عليك يا حنان؟ حنان الحمد لله عافيه. لاباس حنان؟ الحمد لله. اش تعمل في الدنيا حنان؟ والله في الدار. اعز حاجه مال الفطور راهو طاب توا, ما محرحر امور واضحه. اي نحضر في العشاء. العشاء جمله واحده. هيا مال شنو العشاء؟ احكي لي عليه ترى. والله مقروره بالدجاج. يا نايمان يا نايمان يا نايمان. عربي؟ عربي 100%. والله الدجاج العربي مفقود يا شروه. لا لا مش الدجاج العربي, غالي الدجاج السوري ما يسخلطناش. اما هي عربي معناها مقرونة عربي بالهريسة. أيوة مقرونة عربي. صحيت صحيت حنان صحيت. ما معي سلطة مشوية هك على جنب ولا حاجة؟ لا 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 ما معي خير. يز صحين مقرونة حارة. يز يز صحين مقرونة حارة. يز صحين مقرونة. يز تعمل صحين مقرونة ديريكت تتك مقرونة بقدرها لو يجي معها شيء نورمال. أقوى حاجة في الحياة مقرونة. ليه أنا قدرها برشا المقرونة. حتى أنا ولا نحترم أنا نحترمها عاش خويا فما فرق. حتى أنا صحيت حنان فاهم العملية. كمل الفطور وغزم وقتاش العشاء قاعد يتبري تبارك الله. قدروا نعمة ربي كل لما المقرونة هكا بالدجاج تبدا الساس ما كليت أنا حرت المقرونة. رانا لنا ثلاثة متفقين على نفس الكلمة. على نفس المنوى معاك السوكة بيرد بجيبه. ياكها وكها أمور ملا حنين إيش بزيد طيب يلا خلجيه. يلا حنين حاضر المباراة. حاضر يلا أخذ معنا على تليفون حنين. نمشي والبيجة 43 عام لا سمية المثلوث. يا عسلامة سمية. عسلامة عسلامة. شهوينك يا سمية؟ هاني نستنى فيكم. هاك بحذينا تفضل. مرحبا ايش احوال البيجة يا سمية؟ والله في نعمة حمد لله يا ربي. حمد لله مثلا هاني نظومة بالكزير. يا نايمان يا نايمان ان شاء الله ربي يرحمنا. سمية في الدار ولا تخدم؟ لا في الدار. زادة في الدار. اي متزوجة ولا يا سمية؟ اي متزوجة عندي ثلاث صغيرات. يا ربي يفضلهم لك يا سمية. شنو الفطور اليوم يا سمية؟ والله انا صايمة. اي محليك ملاعتي نودك ونشاهيك. ملاعتي دعيوة خير لأمة محمد الكل. ايوة دعيوة للناس كل. ايوة امين يا ربي. يا سمية يعيش معناها شقال الفطر اليوم مرقة خضرة. مرقة خضرة هي قعدت بريك. بدات تسخن رمضان سمية. بدات تسخن رمضان تترين سمية. قعدت بريك هذيك راهو. قعدت بريك هذيك راهو. ويا دي ترينين الحمد لله. يا نايمان يا نايمان الحمد لله ما جاش معنا قايس تو لعبت عليه الدوخة خاطر نقطة ضعف والبريك البوريكا. يا نايمان باهي معناها الفوق عندنا لحنان عندنا مقرونه بالدجاج وعندنا هكا مرخة الخضره شويه بريك, شوي بريك. الله اعلم شكون باش ينتصر. زوزي كيبات صعاب خويا. صحيح زوزي كيبات صعاب. يلا حنان وسميه باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثه اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا ولا ضمن فريق اسامه الصافي. نبدا بك انت يا حنان. يلا حنان اعطيني ثلاثه اجابات باقصى سرعه يا حنان. السؤال يقول حنان سمي لي ثلاثة مدن في تونس ما فيهمش بحر. فما توزر فما قفصة وفما قبلي. توزر وقفصة وقبلي. صح 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 صح. برافو كام هذا ما نحسبوش شط الجريد. ليه قبل ذاك في العصر الطباشيري ولا في صحيح كان هذا كان مربوط بالبحر. هذا كان مربوط بالبحر. بيت ثلاثة إجابات صحيحة في قدم ثانية لحنان في أربعة ثواني. دونك سرعة قصوى سمية المأمورية صعبت شوية ولكن ليست بالمستحيلة. يلا بيجا سمية 30 ثانية 10 ثواني عفوا. السؤال يقول سمية سمي لي ثلاث حاجات نلقاهم عند الحجام.
المقص والكروس ولا يا رسول الله يس في البر قد قد بالضبط به سمية عندي سؤال هما ثلاثة ثواني ونص دونك انت كنت اسرع من حنان بنص ثانية اما الفوسكة اللي بحذك شكون يا سمية وي شكون عاونك في الاجابات شكون سمعت يا كانت بنتي هاي تدخل وتخرج ربي يفضل لك به سمية كنت اسرع من مدام حنان دونك لك الاختيار حلمي بوزويتا والا اسامة السعفي مع العلم اللي الزوز ما يبعدوش على بعضهم راهو ها يا سمية شكون تحب يعاونك في المباراة؟ حلمي ايوا خاطر ربح قبيليك دونك هي تبع في المباراة قبيليك اختارت حلمي صح عليك يا سمية ان شاء الله نوروها ويعطيني حنان ومقرونة عندك لا سمية وكمرقة خضرة وعندك بوريكة بالكبار بوريكة بالكبار ديجا يا نعيمنا ذوما الرمضان ما تحكيش والله انت خويا باش تستنى شكرا الفتره من النجم دوبا توفى ليميسيون تعدى ليك المقروس انت زاد صايم سي حلمي ليه ان شاء الله معناها باش يزيدون يلا سمية مع مع حلمي مدام حنان مع اسامه الصافي نمشي مباشره سؤال السرعه حلمي اسامه يديكم على البوزر حنان سمية تقعدوا تسمعوا فقط السؤال يقول في اي بلد ظهر الفاست فود لاول مره الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية برافو حلمي يلا سمية سمية نعم احنا ما مندخلناش في الفاست فود هكا ولي وخلينا دخلنا فاست فود ميني فود خلينا في ما ما هارد فود ايه هارد فود صحيح فيري هارد فود مرق خضر اخويا هيلثي صح وهيلثي فود خلينا في دنيا صحيح حتى كل بريكاش من فيتامين هذيك هذيك فاست فود هذيك كوليسترول يلا حلمي سمية 30 ثانية سؤال على نقطة السؤال يقول سمية وين نلقاو أغلى مطعم في العالم الاقتراحات يا ناندرا في دبي في الولايات المتحدة الأمريكية وإلا في إسبانيا مدام سمية دبي هاي سمعت شكون قال لك دجا دبي حتى انا سمعت انه في دبي فما مطعم فما حاجات بالخيوط متاع الذهب تتزين وكذا ما نتصورش اسبانيا ولا امريكا نمشيو لدبي مدام اذا كان انت متأكدة وبتبيع الكلمة النهائية عندك انت اي سمية جواب نهائي يا سمية اي جواب نهائي قلت ربي راي الفوسكة اللي بحذاك راهو ماذا بك تا يا عاون يا حلو هاني عاونت قلت لك دبي حتى انا ماني جواب نهائي يا حنان حنان يا حنان سمية عفوا يا سمية مخي في المقرونة انا راني مع المقرونة يا سمية جواب نهائي هذيك هي هذيك نهائي 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 يا اخويا شو نقول لك ما حتى هي مرقة خضرة بعد يولي ما ما عاد شي راه والله تعب بالخضرة بالجلبينة والسنين يا بيش نقول لك يا ماما يا ماما لازم اخو بصابونة يا سمية شنو تحبني نقول لك عطيتك فرصة سألتك ثلاثة مرات جواب نهائي ما بدلتش رايك للأسف الإجابة خاطئة في إسبانيا وتكلفة الشخص الواحد 2000 دولار 2000 دولار باش تدخل تاكل قدمة دونك خلينا ناكلو مام أكثر من مرقة الخضرة وكعيبة بريك تقدر باش تكلف الكل الكل في كل 20 دينار 20 دينار بخضرتها بدنيتها بكذا أنا المعلومة اللي عندي دبي مش محينة كاو نعتذر مدام معلومتك مش محينة هو الأقل يقول دبي راه هو الفندق الأوتيل اسمه هارد روك هارد روك دونك أكثر من 2000 دولار تكلفة الشخص الواحد إجابة خاطئة دونك مازلنا 0-0 سؤال لولوي مرة أخرى أسامة صافي حلمي بوزويتا السؤال يقول شنو جنسية شعر أحمد مطر لبناني أسرع منك ياسر نزلت والله نزلت في بالي عندي لبناني 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 أيوة إن شاء الله معرفة طيبة عراقي عراقي أنت غالط وهو غالط ويزربوا على البزار راهو الرغبه في الدين راهو السرعه مش بيه يا راهو تري شي ولا ما يطرح السؤال السرعه مطلوبه وبعد ما نازل نجاوب واحد يقول لك لبنان مع السرعه كي نبدا عندي الاجابه مش سرعه وانا ما عنديش الاجابه الزوز غلطي لبنان قال العراق
عراقي صديقي، ولكن كيفاش نقولها، جاتك هنين بنين. طب كما يقولوا جاتك هنين بنين. يلا مدام حنان. نعم. 30 ثانية لا حنان باش تاخذ نقطة. السؤال يقول: لسان العرب هو أشمل معاجم اللغة العربية وأكبرها، وهو من مؤلفات الاقتراحات ابن منظور، ابن بطوطة، وإلا المتنبي. الأولاني. الأولاني اللي هو شكون؟ عاود لي الاسم. ابن منظور. ابن بطوطة ما عنده حتى علاقة بمعجم لسان العرب، والمتنبي كيف كيف زادة. دونك ابن منظور هو مؤلف معجم لسان العرب. حنان جاوبني. هاي حنان. هاي لولاني. هاي ابن منظور. لسان العرب هو أشمل معاجم اللغة العربية وأكبرها، وهو من مؤلفات دين. روح هنا إجي ونشطو في بلاستي. إجي مزروبة لتك في الشوكولاتة. إجي ويش قاعد نشط ويش نخدم نشط هي واش نخدم انا تجاوب هي وتنزل انا تعرف كيف ترتحني كيك هاتو نسكت. ايهاب ايهاب مش نعملو لا لا نبل ما ندور جواب صحيح. نقطه الحنان وسي اسامه هذيك نقطه كدوره و سي حلمي عطاكم نقطه كدوره معناها جاوب الاجابه الاولى خاطئه من بعد بزر خاطئ ويعطيك هناني بناني وتسجل في دقيقة 90. وين سألتم الله فسألوه البخت. صح. نقطة المدام حنان. حنان. نعم. المقرونة فين يتاب تو في الصوص ولا في قاعدة تتقلى ولا كيفاش؟ فين فين مرحلة؟ في السمطان. فيش؟ السمطان ديجا. السمطان. لا مش عشية هذا تسمى شي تسمى تحريشة هذا. تحشيو على بكري. به نقطة الحنان مازلنا صفر من نقاط. سمية وحلمي سؤال الأولى وهي مرة أخرى سؤال البزار. سؤال يقول: اسم دولة في المغرب العربي تنجم تقراها من اليمين كما تنجم تقراها من اليسار. ليبيا. ليبيا تقراها من اليمين تقراها من اليسار. بربي. أحسنت صديقي أسامة. أسامة ظهر لي بدأ ياخو في زمام الأمور يقدح قدحان بديت نمشي في التكتيك متاعي. يلا حنان أسامة 30 ثانية. السؤال يقول حنان. نعم. علماء الفلك يقسموا الأبراج إلى الاقتراحات ثلاثة أنواع أربعة أنواع وإلا ستة أنواع. يقسم الأبراج إلى أربعة أنواع. مع العلم اللي هما تبع ياسر علماء الفلك فيه. فما الأبراج الترابية والنارية وفما الصينية ثلاثة. ليه أنا الصينية متاعك يا بنت. الأبراج الأبراج متاعنا ترابية ونارية وفما الهوائية والهوائية وحاسين أربعة. أربعة متأكدة؟ أربعة. أي متأكدة أربعة. متأكدة أربعة. يلا أربعة. قولكم عاش تنبعوا برشا. شوف لي حل جنات العرافة دريت كيفاه ما ثقافة. لا ما عنديش فكرة. انا نعرفهم الابراج هذوما تور اما نعرفهمش قديش ترابية ونارية. انت شو برجك يا حنان؟ انا الجدي. انت الجدي ترابي. انت ترابي. فما نوع اخر ما سمتوش. وانا ترابي. وانا ترابي. ما نعرفش العذراء ترابي. ترابي وفما ناري اربعة. العذراء 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 ترابي. هذا اللي ترابي. اي ترابي ترابي. به يا حنان. نعم. انت جدي وسي حلمي جدي ترابي. انا ترابي. اي ترابي. العذراء العذراء ترابي. احنا زوز تراب. وانت زاد ترابي. كيف زوز تراب؟ انت شنو برج؟ كيف وكيف عذراء زاد عذراء. معناها احنا سكرنا البرج الترابي الكل يا حنان. انا ثور سيادتك الجدي وسي حلمي العذراء وسي وسامة العذراء هكي نكونوا كملنا الأبراج الترابية. كملنا الأبراج الترابية. الأبراج النارية اللي هما الأسد الحمل والقوس والأبراج الهوائية هما الجوزاء الميزان والدلو والمائية السرطان العقرب والحوت. برافو علينا. أنواع. برافو. أحسنت يا حنان. مبروك عليك حنان الدور النهائي. مبروك يا حنان. خلي تليفونك محلول. كمل وصمة المقرونة باش نتقابلوا بعد شوية في الفينال يا حنان. سمية لغالب يا سمية
اليوم مبروك عليها. يعيشك يا حنان يا سمية. سمية ان شاء الله بثوابه، ان شاء الله ربي يتقبل صيامك وان شاء الله فرصة اخرى، ونخلي لك كلمة الختام يا سمية على شكون تحب تسلم. ان شاء الله مبروك عليها، وان شاء الله رمضان مبروك على سيدنا محمد اجمعين يا رب. امين يا ربي. عايشك يا سمية، نسلم عليك برشا، ميرسي بوكو، وان شاء الله كيفاش نقولوا شقا نفطر شاي طيبة، شاي طيبة بعد ساعة شريب بعد ساعة شريب نبدو نترينيو رمضان شاي طيبة مدام سمية. ميرسي بوكو سمية. حنان في الدور النهائي وعمك صالح في الدور النهائي. روندة أولى عند حلمي، روندة ثانية عند سي أسامة. بالحق مباراة شيقة شيقة، فما برشا تحدي، ولكن العبرة بالخواتيم صديقي. إتوال 600، إتوال واحد دياس، كودي وصلك للعشرين مليون كاش. بعد شوية الفينال مدام حنان عم صالح. ترتيح صغيرة مع البيب راجعين. 47 دقيقة في محل رجو، مازال وصلنا معكم حتى للخمسة متاع العشية. روندة أولى ينتصر فيها حلمي بوزويتا مع عم صالح، روندة الثانية ينتصر فيها أسامة السعفي معه مدام حنان. عم صالح وسره مع الأرض، ولا حنان وسرها مع الكوجينة، وكل حد وسره. كل حد وسره. عم صالح أهلا، أشني الأمور يا عم صالح؟ أمور أفهمك في لباس، حاك تسمع في الماء هرهر. أي خلي هرهر، أي تسمع في الماء، أشخير من ماء هرهر في الأرض. يا عم صالح. يا عم صالح. أهلا، أشخير من ماء هرهر في الأرض. الماء هو كل هو إن شاء الله ربي يروينا، إن شاء الله ربي يروينا. يلا عم صالح أقعد معايا. حنان موجودة؟ أي موجودة. صمتت المقرونة؟ الدنتي ولا كلي ترميها على الفايونس تلصق؟ انا اي منهم. خد راحنا قبرة وكانت عنا ما نقراوش البار مينوت قبل تجبت كيف مماتي قبل كانت تجبت كعيبة وتلصق على الزين. صحيح، ترميها على الحيط كان لصق ولا تذوقها الاكثرية على الحيط. انا مازلت عندي وقتها بنت خالتي ما زلت تتعلم الحمد لله، اشتر الطنجره في السقف ضربتهم الكل. يا بنتي ما زالت يا حجر ارطل مشي كله خويا في المكعبات فيوس. باهي حنان. نعم. شاركت مع اسامه السعفي وعم صالح، شاركت مع حلمي، تحبوا نواصلوا مع نفس الفرق والا تحبوا انا نواصل معه؟ تحبوا نمشيوا بمبدا تبديل السروج فيه راح؟ لا خليني تسترجع. حنان تحب تواصل مع أسامة؟ اي. باهي عم صالح تحب تواصل مع حلمي ولا تستعمل الفيتو؟ خليني مع حلمي، خليني مع حلمي. عجيب، ربي يفضلك. راو ساعات يا عم صالح تبديل السروج في راح. لا شيء كلمة تقال هذيك. لا يا سيد مشومك سيد مشومك لا يجيك ماجو سكتوا ما تخوفوش ما تخوفوش. جميلة شد مشومك لا يجيك ماجو. باهي والله أقنعتني فذي أقنعتني راو هذي. حتى اسمع حتى في العلاقات العاطفية والعلاقات المهنية شد مشومك لا يجيك ماجو. أما إن شاء الله مشومنا باهي نحن دونك. نمشيو ديريكتومون للسؤال الأولوية، نمشيو مباشرة للسرعة يا سي أسامة ويا سي حلمي. قال لك شد مشومك لا يجيك هاني قتلو ماشو. معناها ان شاء الله تطلع حاجة باهية ان شاء الله. ان شاء الله المشوم تاعنا لاباس، أخف الأضرار، عرقوب أخضر ان شاء الله. صحيح، أخف الأضرار. يلا أسامة حلمي، شكون باش يكون أسرع على البزار؟ السؤال يقول شكون مؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا؟ موسوليني. شو اسمه؟ نزيد اسم بوه زيد نعرفه موسوليني. اسمه موسوليني، فما ولد خالته موسوليني، فما عائلة موسوليني، فما دار موسوليني، دار موسوليني عرش كبير، دار كبيرة. ما وين نعرف أنا مونجي موسوليني ولا فما موسوليني واحد اللي هو مؤسس الحزب الفاشي. قلت عبارة قلت العياري معناه ماركة مسجلة سيولي ولد عيار سيد المخرج نحسبه له صحيحة رغم اللي راه عائلة موسوليني كبيرة راهو. مين سميلي زوز من عائلة موسوليني؟ فموسوليني بالجيز سيد المخرج قطي موسوليني بالجيز. خرجوا يا مين ريت الخلطة متاع راجح زنقير شنو يتوصل هذه الخلطة متاع راجح زنقير من الخلط خليت ضمار اخر انا خليت هاي ليفل في الضمار ها وين وصلنا موسوليني استرت عليها ما هي فتحت روح موسوليني بالجيز هكا يا رسول الله تدمغت مش دخت انا اغمى عليه
اغمى علي اغمى سي حلمي هو بينيتو موسوليني جواب صحيح الحمد لله حلمي معك عم صالح يلا يا عم صالح صليح نعم يا صليح 30 ثانيه سؤال على نقطه كالعاده تتشاور انت وبشومك يا انتي يا انتي هو سماك انا خاطر لا يفككم ما اشو صحيح لا يفك نعرف لا يفك لا يا عم صالح لا يفكها ما اشو يلا عم صالح 30 ثانيه معك حلمي يا سؤال يقول له شنو اسم المدينه المشهوره بالمدينه الورديه الاقتراحات يلا ندرى حلب وإلا البتراء وإلا القاهرة عم صالح مصر استنى عم صالح المدينة الوردية شنية المدينة المشهورة باسم المدينة الوردية عنا القاهرة وإلا حلب وإلا البتراء شنو تقول انت إلا القاهرة في بالك القاهرة متأكد معناها نقول هكا خاطر مشيت لها القاهرة اي الوردية الوردية عم صالح الوردية المدينة الوردية اي عم صالح ها اسم المدينة المشهورة بالمدينة الوردية بين حلب والبتراء والا القاهرة انت في الشك نشك البتراء انتهى التوقيت يلا عم صالح هو شك في البتراء باش تتبع ولا باش تمشي للقاهرة اللي مشيت لها انت و البتراء البتراء برا البتراء ما ما مش خاطر مشيت القاهرة ولا وردية ولا حاجة لا 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 يا عم صالح يا عم صالح حسيت معك ورد ريانة كنت يا عم صالح شو مشيت تعمل القاهرة يا عم صالح القاهرة نعرفها هاي استنى ساعة هاي وقتاش مشيت لها القاهرة يا عم صالح هاي 2007 2007 هاي قديش عمرك وقتها ربع حسابك مثالي يكون عمرك 34 35 35 شو الماتش اللي توالد حسو تو تو شي الماتش اللي توال تحسوا وقتها فينال شامبيونز ليغ وقتها يعني انا ما زلت صغير يا عم صالح تكبر في روحك توا صليح اسمع والله انت قلت لي عيطوا لي عم صالح ما صليح عندي المراه تعيط لك انا صليح اي صحيت المراه مشيت معك القاهره المراه ولا اسمع لو كان تشوف لي 60 ولا 65 سنه نبي عشاك في 2004 دخلت للسبيطار لطف عليك لطف عليك هلا خرجت كلي ابيض اسمع الصغر في الروح يا عم صالح الحمد لله الحمد لله كي نوبة صليح 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 خلينا متفائلين صليح الحياة باهية وربي ديما معانا الحمد لله والابتلاء يجي وإن بعد العسر يسر الحمد لله على قد ما يعطي الحمد لله حاجة حاجة كمان مانيش مفلتك تو اش مشيت تام في القاهرة ومع شكون مشيت القاهرة هي. والله صدقني هي. اقسم بالله انا ماني قلت قصلي اللي كان الشيء نصلح في السنين هاي هاي واحد واحد ولد حلال ونسيبي شوفير عنده شرو كاميون خردة فلتي باش يبدلوا البياس في السعودية مشيت خدمة في مصر هزوني معاهم في طنبك المرضى متاعي وقتها نضرب في الفاليوم الحساب ستة لطفالي الحصيل عملت شهر غادي معاهم ما لي ما تفرهتش بالقدية يا صليح لا والله درت بالقدية فلتي وعملنا فيها كان ما يرضي الله الحمد لله اقول لك حاجة سمع حاجة سامحني اما حاجه كما برشا ناس يقول لك مصر بيها وعليها صدقني صدقني كان انظف عباد وانظف واشرف عباد مشيت لصعيدنا صحيح اسمع اوه صعيد خويا راهو اصلنا الاصيل الدالي اصلنا الاصيل نرجع للصعيد في التاريخ اي 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 اي, أي به انت تو مشيت للقاهره حلمي بدلك رايك للبتراء تبعته هاني قلت له انا تبعته شو نعمل له اسم المدينة المشهورة بالمدينة الوردية الحمد لله تبعته يا عم صالح جواب صحيح البتراء برافو احسنت يا حلمي منعنا حلمي يا منعنا منعنا يا صالح ان شاء الله ربي يمنعك يلا سيدي سؤال الاولوية مرة اخرى اسامة حلمي المقرونة طابت وانت ما زلت من البوزر طرف بوزر لا نجمت شنو باش يغلبك في خويا اسرع مني يلا سؤال الاولوية حلمي اسامة سؤال يقول له شنو اللون اللي يرمز للحرب؟ الأسود الحرب شنو اللون اللي يرمز للحرب؟ الأبيض السلام والأسود حربك لا مع الأحمر الأحمر الدماء الأحمر الأحمر يا أسامة هاي
والله نعم. العمر جيت البالي نعرف لون السلام الابيض اما الحرب عمري ما تخيلته. اللون اللي يرمز للحرب هو الحرب ما عندهاش لون ويقول لك الارهاب لدينا له حرب لدينا الارهاب حرب كيف 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 الحرب لدينا لا لون ولا دين ولا طعم لها يلوج باش يلقى كيفاه ما فماهوش احمر احمر انا نحب نلونها بالادلجها يعني لها ايديولوجيه الحرب بالنسبه لي انا كحله يحب يرد قوس قزح حمر احمر الحرب احمر خاسر هو تو باش يربح هاي حلمي معاك عمك صالح 30 ثانية تجاوبوا صحيح طوم بعد انا حنان ما نخليش راح متغشى 30 ثانية السؤال يقول يا صالح اي عم صالح اي صالح نعم وين موجودة اقدم حضارة في افريقيا الاقتراحات ايلاندرا في مصر في جنوب افريقيا ولا في تونس اقدم حضارة في افريقيا اقدم حضارة في الصور في مصر أقدم حضارة به عم صالح نعم هي فما حكاية فما بيج فما حكاية بالضبط فما فخ أي. صارت أنه عنا نحن زد الحضارة القبسية معناها موجودة في تونس في قفصة وفما أي وفما منطقة المقطع حاجة كيما هكا في في قفصة معناها مصنفة زد من أقدم الحضارات في التاريخ حاجة كيما هكا دونك نقولوا تونس عم صالح هاي عم صالح أنا مشي لتونس هو مشي لتونس نمشي معاه تونس ما عجبتكش مصر مشيت عمل دوره لا لا خاطر حتى تونس حضارة قديمة كوف وقت يراجع عم صالح وين ماشي حلمي ماشي معاه يا عم صالح جاوبني ايه يا عم صالح ايه نعمل على ربي جاوبني ايه وين موجودة أقدم حضارة في إفريقيا وين موجودة أقدم حضارة في إفريقيا يا عم صالح فاش تزرع أنت تو زرع في القصيبة والقمح تبارك الله في القصيبة والقمح أي إن شاء الله ربي يطعمنا إن شاء الله صليح صليح نعم حلمي اليوم حسب رايك في فورما ولا ما هوش في فورما خاطرك انت مشيت للحضارة الفرعونية مشيت لمصر انت من الاول لا مشيت للحضارة مرة اخرى بدل لك رايك يقال هو تونس قلنا له تونس هكذا نعملوه زعما كل مرة تسلم الجرة يا عم صالح ان شاء الله ان شاء الله الجرة المرة ذي معبية جواب صحيح في قفصة الحضارة القبصية عمرها أكثر من 7000 سنة أي أقدم من الحضارة الفرعونية مبروك عليك 1000 دينار من أهداء اتصالات تونس مبروك عليك عم صالح مبروك عم صالح ربي فضلك يا عم صالح ميرسي بوكو أنا ولا حلمي أنا وليد أنا وليد اسمك وليد أكيد ربي فضلك سي وليد وفضلك ربي خليك عايش هو والآخر سي وسام سي وسام يخليك يا عم صالح ربي فضلكم وربي يخليكم يعيشك يا عم صالح ميرسي بوكو نسلم عليك برشا مبروك عليك 1000 دينار من هدية اتصالات تونس حنان نعم طابت المقرونة يا حنان طابت طابت المقرونة مبروك عليك أنت زادة بوندشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس مبروك عليك يا حنان ونخلي لك كلمة الختام علاش كنت حتسلم حنان أي سلموا عليك كل على بابا لدارنا نسأل واحنا نسلموا عليك برشا يعيشك يا حنان ميرسي بوكو سلموا عليك برشا حنان اتوال 600 اتوال 1 دي اس كودي واصلك لل 20 مليون كاش ميرسي بوكو حلمي ميرسي بوكو سما محمد شاه في الاعداد تحيه العزة في الاخراج ايهاب ايمان فريق اف ام تي في وديجيتال سلموا عليكم برشا نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت رخصي مع الناس كل باي باي